صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الخميس 19 مارس 2020 و 24 رجب 1441. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. ليلة الإسراء والمعراج إن شاء الله يوم 27 رجب، يعني يوم السبت اللي جاي. يا رب دايما يعود علينا الأيام بخير وصحة وعافية، ويبعد عننا الأوبئة والأمراض على الأمة الإسلامية والعربية كلها إن شاء الله. مشاهدينا، طبعا فيروس كورونا هو حديث العالم كله، لدرجة في بعض الدول أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال وعدم النزول نهائيا من البيت إلا للضرورة القصوى. طبعا فيروس كورونا هو عدو مشترك للبشرية كلها، فيجب علينا كلنا ان احنا نتعاون بطريقة صحيحة، وان احنا ناخد بالنا كويس جدا من الإجراءات الوقائية لينا كلنا وعشان نحافظ على بلدنا. لكن للأسف في فئة بتحاول تستغل الموقف، وهم تجار الأزمات، نسميهم كده يعني، لأن هم بيستغلوا بطريقة فظيعة. طبعا أنا لما أجي أنزل أدور على الأدوات الطبية اللي بتعقم البيت والمطهرات والكحول والتعقيم والكمامات والحاجات دي كلها، يا بلاقيها سعرها عالي جدا، يا بلاقي إن هي مش موجودة خالص في الأسواق ولا الصيدليات. وكمان في ناس أو في فئة من التجار بيخبوها تماما عن الشعب. طبعا ده ما ينفعش، لان احنا دلوقتي وطن واحد، يجب علينا كلنا ان احنا فعلا نكون ايد واحدة ونخاف على وطننا، وان كل واحد يكون ليه دور. لان اذا انت ملكش دور دلوقتي او مش هتساهم باي شيء دلوقتي في الازمة اللي احنا فيها دي، يبقى انت فعلا ما تستاهلش تعيش على ارض الوطن دي خالص، لان انت بتحمي اولادك وبتحمي بيتك وبتحمي اسرتك، وفوق ده كله بتحمي وطنك. كل العالم أعلن حالة الطوارئ وحالة حظر التجوال، فعلينا كلنا إن احنا نخاف على بعض فعلا، ونعرف يعني إيه إن ده فعلا فيروس قاتل وبيهدد البشرية كلها. فأنا نفسي كل قطاع يكون ليه دور، يعني قطاع رجال الأعمال، فين قطاع رجال الأعمال؟ المفروض يكون ليه دور ويساهم هنا إن هو يحافظ على الوطن، يتبرع مثلا سوري يتبرع بسراير، يحاول يجهز مستشفيات، يعني يعملوا كده قطاع زي قطاع رجال الأعمال، هاشتاج مثلا على الفيسبوك، وإن هم يشاركوا وإن هم يقدموا مساعدة للوطن. مش تاجر في الآخر ياخد كل البضاعة ويخفيها عن الـ أي حد أو أي مواطن، ده شيء غير قانوني. وطبعا في عقوبات وفي حبس وفي غرامة على أي تاجر أو صيدلي أو أي الأسواق اللي بتعمل كده، إن هي بتحاولش إن هي تقدم المساعدة للبلد. سوري. طبعا ده شيء مهم جدا، كل القطاعات وكل المؤسسات والشركات نفسي إن هي فعلا تحاول تقدم حاجة للبلد في الأزمة اللي احنا فيها دي. طبعا قطاع الشفات، قطاع الشفات شيء مهم جدا في الدولة عندنا. عندنا فكرة جميلة جدا هي جمعية أسرة الشف، طبعا هي فكرة رائعة. الجمعية دي خاصة، هي جمعية اجتماعية خاصة بالشفات باشتراك شهري على مستوى الدول، يعني وخصصنا كمان على مستوى الدول العربية. تعالوا نعرف مع بعض أكتر وأكتر قطاع الشفات الجميل اللي فعلا ان هو بيحاول يكون ليه صندوق زي صندوق الازمات كده، وبيساعد الدوله وبيساعد الحكومه. الحكومه مش هتقدر تعمل كل حاجه. فئه جميله، تعالوا نعرف النهارده ايه فكرتها الجمعيه دي، جمعيه اسره الشيف، مع ضيفنا العزيز النهارده اللي مشرفنا، الشيف سيد امام، مؤسس جمعيه الاخوه العرب لاسره الشيف. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الساحل والشمس هي طالعه. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم صباح الصحه والجمال، وبنتكلم النهارده عن قطاع الشفات اللي قد ايه بيساهم في الحكومه، وبحاول بيقدم حاجات جميله جدا. هي اعتبرها مبادره، اعتبرها جمعيه، هي جمعيه اسره الشف، بتتكلم عن او خاصه ب جمعيه اجتماعيه خاصه بالشفات بالاشتراك الشهري. تعالوا نرحب بضيفنا العزيز النهارده، الشيف سيد إمام، مؤسس جمعية الإخوة العرب لأسرة الشيف. صباح الخير. صباح النور. شيف سيد، صباح النور
ومتشكر جدا على المقدمه الجميله. ربنا بالنسبه يخليك. لمرض العصر او المرض الحدث اللي احنا عايشين فيه، وبالنسبه لكلمه شيف، كلمه شيف عشان برضو نخش في الموضوع على طول، لا تقل اي اهميه من لواء قوات مسلحه او لواء وزاره الداخليه او قاضي في محاكم مصر او دكتور او مهندس. بالعكس، احنا البلد الوحيده اللي بتستحمل اي ضغط في الشغل، ورواج السياحه عليها بيبقى بشكل كبير جدا. الفكره هي جميله جدا يا شيف سعيد صراحه، هي فعلا عجبتني ان كل قطاع فعلا بيحاول ان هو يقدم لبلده حاجه جميله. نعم. لان فعلا الحكومه او البلد مش هتقدر تقوم بكل حاجه. نعم. يعني واجبنا فعلا ان احنا لازم يكون ايدينا في ايدين بعض، خصوصا الازمه اللي احنا فيها دي دلوقتي. نعم. فعايزه مشاهدينا برضو يكونوا معانا ويعرفوا اكتر. الجمعيه هي جمعيه اسره الشيف، الاسم جالك ازاي والفكره جت لحضرتك ازاي؟ هو اولا انا فكرت ان في يعني بيفور اند افتر، اللي هي قبل وبعد. عايز اعمل كشيف. انت راجل كشغال في مدار السياحه 25 سنه 30 سنه، في اثناء الرحله دي كلها انا باخد مبلغ معين افري مانث او كل شهر، اوكي، كمرتب خاص بي. كمرتب. ماشي. الشيف بعد كده، بعد حالة الوفاة أو بعد تقاعده، العشر قروش اللي بياخدهم أثناء فترة الحياة بينزلوا لفترة المعاش اللي الدولة بتصرفه له. طب أصبح العشر قروش دول لهم سيتويشن معين، أو لهم تفاصيل بتتجزأ بخطوات معينة، لست البيت، لبنت في ثانوية عامة، لبنت بتتجهز، لشاب بيجهز نفسه، في شاب جامعي، كل الدوت العشر قروش على قد مراحل دي. فأصبح في حالة المعاش حضرتك المبلغ ده كله بينزل ل 950 أو 1200. طب هل ال 1200 هيقوموا بوظيفة السيتويشن القديم؟ لا لا طبعا. طب أنا فكرت في حاجة وعرضتها على الإخوة العرب في لبنان وفي سوريا وفي الرياض وفي ايطاليا. بحكم مهنتك بحكم سيد في ان كوميونيكيشن متواصل على طول وعارف وبتروح الدول دي كتير وبتتعاون معاهم. نعم. فالفكره جات لك من هنا علشان خاطر زي ما تقول كده صندوق، يعني اللي صندوق هو احنا الازمات بندي رساله لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له انت ربنا سبحانه وتعالى اداك انك تشيل حمل 100 مليون نسمه، ادينا احنا نشيل امن وامان وسلام وصحه وتعليم، ده كده كله، ادينا احنا نشيل من عليك 1000. انا الفكره اسمها اللي بدايه شيف اسره هي 1000 في 1 و1 في 1000. ازاي؟ ان انا لو وقعت في يوم من الايام بعد ربنا سبحانه وتعالى الاقي 999 واحد واقفين جنبي، واقفين جنب ولادي، واقفين جنب زوجتي، واقفين جنب بيتي. ازاي؟ الفكره كلها بتدور لو احنا جمعنا 1000 عضو في النقابة أو أسرة شيف أو الجمعية اللي احنا بنعملها دي. هنقول كل واحد هيدفع 500 جنيه كل شهر لبنك، مفيش حد يمسك قرش في إيده، للعمليات اللي احنا بنقعد نسمع عنها. طب ال 500 دول في ال 1000 بنص مليون، النص مليون في السنة ب 6 مليون، ال 6 مليون في 3 سنين 18 مليون. لو اتحطوا وديعة ببنك حضرتك هيبقى في ربح طالع منها غير الانكم اللي داخل لي افري مانث اللي هو كل شهر. يبقى اصبح كده انا معايا مبلغ مش معقول ان في 100 حاله هتجيلك وفاه في شهر. فلو حالتين وفاه جولك في شهر، لو اديتي اسره المتوفي 200,000 جنيه المسيره هتمشي. في رجعنا لزي الاول النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي العشر قروش اللي بياخدهم. فهي فكرة رائعة جدا شيف سيد كمان، ومبادرة حلوة قوي منك. طيب انت دلوقتي الاجراءات ايه؟ يعني كم دولة اشتركت في الموضوع؟ والله انا في مشتركين دلوقتي بفضل الله. احنا يعني هي مقرها اولا في مصر. مصر ان شاء الله، يعني المقر في مصر والمبادرة او الجمعية تواصلت مع اسماء ناس لها اسم جامد في مجال الطهي، الشيف محمود الشريف، الشيف محمد الحر، الشيف هاني انديل في السعودية، ابطال عظام، الشيف سهيل في لبنان، الشيف مأمون في سوريا، الشيف سعيد سعد في إيطاليا. كلنا كنا عاملين كوميونيكيشن امبارح عشان الهوا النهاردة على أساس نتكلم في النقط اللي احنا هنقدر نتحرك عليها. من برضو في شؤون قانونية ماشية فيها، لأن كل واحد هيشترك في النقابة
كل واحد لي فولدر بيساهم باللي يقدر عليه وعشان خاطر الازمات الخاصه بالشفاء. ما هي النقطه دي بقى قلنا هنعمل شريحتين. شريحه للفيرست كومي والسكند كومي والثيرد كومي اللي هو البوزيشن اللي هو البسيط في الفنادق او في المطاعم. احنا دلوقتي في مرحله وممكن الحكومه ما تكونش واخده بالها منها. الحكومه دعمت اول امبارح انها تدي مرتبات للناس اللي قاعده، وده شيء جميل جدا من سياده الرئيس. طب دي يعني عشان انتوا المبادره اتكلمتوا فيها الاول او الجمعيه؟ هي بعيد عن الجمعيه يا استاذ شيرين. لكن في ناس تانية قعدت ناس 14 يوم اللي هم فتره الحظر وما ادتهمش فلوس. فاصبح لازم الحكومه تعرف الاماكن دي عشان يتعاقبوا ويتحاسبوا. مش سياده الرئيس مش يقول انا هدي وناس تقول ما تديش وناس تمنع. لا يبقى كده الغلط يقول لك ايه سياده رئيس الجمهوريه. لو لقينا حد في الشارع مش عارف ايه سياده رئيس الجمهوريه. ما احنا برضو بنحاول نوعي المشاهد يكون عنده ثقافه برضو ان هو يفهم مش اي حاجه يرددها، مش كل حاجه تتردد. وهدفنا في الاعلام فعلا هي المصداقيه والوعي للمواطن. نعم كمان. نعم. طيب الاجراءات القانونيه بقى ابتديتوا ازاي؟ طيب كمان في الاول سؤال الاول يعني المشاهد قاعد هيقول مثلا الخطوات ايه؟ ابتديتوا ازاي؟ هل فعلا بداتوا تتحركوا بقى يعني جبنا الفكره وجميله جدا. نعم الفكره دلوقتي احنا كل دوت بقى لنا شهرين في اجتماعات تليفونيه على اساس ناخد اول خطوه. اوكي؟ طب الخطوه اللي هتتاخد دي لا في شؤون قانونيه في تصريح من وزاره الضمان الاجتماعي بناء على سياده المستشار اللي هو مسؤول عن الشؤون القانونيه، الموضوع ما فيهوش اي تهريج او اي حالات نصب او الكلام ده كده كله. يعني انا ضد المبدا ده وضد شهادات تقدير وضد مش عارف سفير ايه وسفيره ايه والكلام ده كده كله. انا ضد انا دوت عايز اعرف في اسره بعد حاله وفاه اي شيف او بعد تقاعده يا استاذ شيرين. في ناس كتير بتبقى يعني في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال اتركوهم اغنياء ولا تتركوهم فقراء حتى لا يتسكعوا في الطرقات. احنا برضو دي ميزه ممكن ربنا سبحانه وتعالى ادهنا عشان نعمل خير. مفيش اسره تمد ايديها، مفيش بنت تتحرم من التعليم عشان والدها كان شغال وباخد مرتب وبعد كده قعد او توفى ومرتب ده نزل. مفيش بنت بتكمل جهازها ويقف الجهاز او تقف الجوازه على اساس ان المبلغ اللي كان بيجي الاول كان ممشي الموضوع وبعد كده المعاش قل. يعني الموضوع كله يعني فيري ديفيكال يعني صعب جدا للاسف يعني. طبعا وظروف الحياه في كل واحد بيحاول. فاحنا قلنا لا احنا قلنا نعمل الشيء ده ممكن نبدا ب 1000 في خلال السنه، ممكن يبقى 5000، ممكن يبقى 10000، ممكن تبقى نقابه كبيره الدوله بعد كده هي اللي تدعمها كل الحاجات دي كده كلها. مظبوط وكمان فكره رائعه فعلا. ربنا يخليك. طيب كم دوله دلوقتي اشتركت في الموضوع هو والاجراءات خلاص مشيتوا فيها؟ احنا ان شاء الله باذن الله في خلال الايام دي باذن الله ان شاء الله هنمشي في الاجراءات القانونيه على اساس ان في تفاعل جامد يعني على الصحه. يعني احنا حصري بقى صباح الصحه والجمال بيقدم جمعيه طبعا برنامج اطلع فيه واتكلم في الموضوع دوت كان الكلام قبل كده على السوشيال ميديا وكان في تفاعل جامد من الشفات ومن الناس وبيقولوا يا ريت يا ريت حاجه زي كده كلنا ويبقى لينا كيان. كلمه شيف مش سهله. انا بعادل دكتور. انا بعادل دكتور. الشيف بيعمل انجريدينت معين بيخش دم الانسان. مظبوط. والدكتور بيعمل انجريدينت معين بيخش دم الانسان. فاصبح ان مفيش اختلاف. ولا في فرق بيننا وكلنا وطن واحد وفعلا في الازمه اللي احنا فيها دي. نعم. لازم يكون ايدينا في ايدين بعض عشان نعدي الازمه دي والمشكله دي. ان شاء الله. طيب معانا مكالمه سياده المستشار حماده فرغلي هيكلمنا عن بقى الاجراءات القانونيه. صباح الخير سياده المستشار واهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. طبعا بحييك على الجمعيه الجميله دي طبعا جمعيه اسره الشيف حلوه جدا خاصه بصندوق الازمات وفعلا مبادره جميله جدا منكم. فسياده المستشار الاجراءات القانونيه ايه لو انا عايزه اعمل جمعيه في اي قطاع زي قطاع مثلا الشيفات؟ والله يا فندم هو اللي بيتم حاليا هو الشيف سيد بقاله فتره شغال على الموضوع دوت وهو عباره عن يعني جمعيه خدميه نشاطها خدمي ما فيش اي نشاط للربح فيها خالص. هي عباره عن تكافل ما بين الشيفات على الفئه دي تحديدا. فالفتره اللي فاتت دي الشيف سيد عامل مجهود جدا كبير في ان هو يجمع عدد ويعرفهم الموضوع بحيث احنا حاليا في فتره التنسيق ان يتعمل مجلس اداره للجمعيه ديت يتحط البنود بنتفق البنود هل الصرف هيتم بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه عمر المشترك كل دي حاجات بتتنسق
ومجرد ما ان شاء الله ننتهي منها بنتقدم للجهاز المختص في الدوله وبنطلب الترخيص المتاح وبنشتغل عليه، وبيبقى التعامل في الماديات ديت ما فيش حد هيبقى فيه فلوس بياخدها في ايده، هيبقى حساب في بنك تبع باسم الجمعيه اللي هينشا دوت. هينشا ويبقى التحصيل عن طريق البنوك، يعني والاسر المحتاجه، الاسر الشفات المحتاجه طبعا. يا فندم وهتحط شروط طبعا استحقاق المبلغ، هيبقى عباره عن مبلغ دفعه واحده بحيث ان اسره الشيف المتوفي لما يعني دي تقدر تساعدها على ظروف الحياه، ان هو لو اتحط يجيب لها في البنك او يستخدموه في شيء على مدى الحياه دور. كمان يا سياده المستشار، طب ايه راي حضرتك في الفكره دي لو اتعممت في كل القطاعات؟ والله انا اتمنى ده شيء جميل جدا، يعني لما كل مجموعه عمل معينه بتتفق بينها ومن بعضيها بشكل او باخر بعمل كيان زي كده يساعد اسره المتوفي بمبلغ، ده هيبقى شيء جميل خصوصا لما يبقى متقنن تمام وفي مصداقيه كامله في حته التعامل بالماديات. انا زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش مفيش هدف منه ربح طبعا لكل القائمين عليه. طبعا سيادة المستشار، وبشكرك جدا على المداخلة الجميلة دي، وقد ايه فعلا ادتنا توعية كمان للمواطن والمشاهد، وممكن اي قطاع يعمل الجمعية الجميلة دي. بشكرك جدا سيادة المستشار حمادة فرغلي، ميرسي جدا. شيف سيد، طبعا للأسف الوقت بياخدنا، فأنا برضو عايزة أتوضح أكتر للسادة المشاهدين آخر التطورات بقى اللي أنتوا وصلتوا ليها واللي إن شاء الله ناويين تتبعوها في جمعية أسرة الشيف. ممكن نتغاضى شوية على حالة الوفاة أو التقاعد، ولكن الجمعية لها أهداف كتيرة جدا. أنا مش هديك حاجة من جيبي عشان تبقى عارفة، أنا عمري ما هديك حاجة من جيبي أو هصرف شيك من مزاجي أو الكلام ده، لا، في لجنة، في شيفات اللي قلت أساميهم كلها، في لجنة بنجتمع، حتى الوفاة بتعملها استعلام مرة واثنين وثلاثة، وشهادة الوفاة بترفق بالملف. طب أنا في شهر حضرتك مفيش إصابات جت، ولا حد قاعد من الشغل، ولا في حالة وفاة حصلت. الشهر ده دخل لي 500,000، إحنا مثبتين على 1000 اللي هم عضو. في نص مليون، هم دلوقتي 1000 عضو، احنا ان شاء الله حوالي بتاع 700 وحاجه. طب كويس قوي ان شاء الله باذن الله. في الدول العربيه، في الدول العربيه كلها ومقرها هنا في مصر، هيبقى في مصر ان شاء الله باذن وفكره الله. وفكره طبعا الشيف سيد ربنا امام، يخليك يا رب. يعني حضرتك بطل فعلا، وان فكره جميله، وان انت تفكر فعلا في غيرك، ما فيش حاجه اسمها انا، لا كلنا ايدين واحده ووطن واحد. نعم. ولازم نكون عندنا تسامح وحب كمان مع بعض. تناقشت حضرتك معهم فقلت لهم لو في شهر مثلا ما فيش حاله وفاه جت وما فيش اصابات وما فيش اي مشكله عندنا، بس في 500,000 جنيه داخل لي وفي ربح طالع لي من الوديعه، قال لي قلت له حضرتك احنا 1000 واحد، قال لي قلت له نطلع كل شهر 200 واحد عمره. يبقى اصبح دلوقتي انا ما اديتكش من جيبي، بالعكس الكل تكافل والكل طلع. ان بدايه الموضوع يا استاذ شيرين، ان انا معلش بقول لك ايه، انا ان وقعت في يوم من الايام بعد ربنا في 999 واحد واقفين جنبي، هي دي الفكره، ازاي احنا نقف جنب بعض، ازاي ده ما يحتاجش، ده ما يمدش ايده لحد، ده ما يستلفش من اخوه، ده ما يقترضش، ده ما يبقاش عليه دين. الحاجات دي كده كلها لازم الدوله تاخد بالها منها. انا بوجه دلوقتي برضو معلش، انا لو في شيف دلوقتي صاحب فندق ممكن اقول له امشي، ما هو قطاع خاص وانت حضرتك عارفه القطاع الخاص، يقول له امشي. طب يمشي دي بعديها عواقب الدولة مش هتحملها، ممكن يفكر تفكير غير سليم، ممكن يمشي في طريق غلط، هو عقده ممكن يمشي. طبعا شيف سيد، انا نفسي كل القطاعات والله العظيم تعمل كده، لان هي فعلا فكره رائعه. نعم. حتى الكنائس في صندوق عندهم للحاجات دي، للازمات، ان هم ازاي بيساعدوا بعض، لان هم معانا مع مجموعه كبيره من الاخوه المسيحيين معانا في المجموعه. قد ايه فعلا وطن واحد. نعم. طيب حضرتك بقى يعني كلمه كده لمشاهدينا برضو، وان ازاي بقى يعني نوصف مشاهدينا ان ده موضوع جميل وحلو، وكل القطاعات ان شاء الله وتبقى والله اتمنى تعمل كده. احنا يعني في توفير جامد في الفكر، ربنا ادانا عقل نفكر بيه،
ما ادناش عالي نفكر في السوق بس مش اكتر، او فانا بس يعني لا، احنا عايزين نفكر يا جماعه في ايه ربنا سبحانه وتعالى قالها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لازم كلنا نجتمع. الاجتماع دوت انت عندك فكر وانا عندي فكر وده عنده فكر ومحمد عنده فكر، تبادل ثقافات تبادل اراء بيبقى شيء جميل جدا، وكمان تبادل الاكلات بينكم وبين بعض. شوف سيد، دي حقيقة حاجه يعني جميله جدا. انت عارفه يا شيرين ان كلمه طباخ بره بيتكسفوا ويكتبوها في بطاقه في دوله زي السودان؟ لا، انا كنت في السودان. كلمه طباخ، لا كلمه طباخ ده كلمه انت دكتور، مهنة انت وفئه، مهنه وفئه جميله جدا، ولازم فعلا يكون كل قطاع ليه دور في مصر. نعم. وليه نعم. اسمه، وانت مواطن مصري فلازم. نعم. فعلا نقف جنب بعض، ودي احلى جميله، احلى كلمه فعلا حضرتك قلتها، وكلنا ايد واحده. نعم. واحنا فعلا شباب بتحب مصر. نعم. حضرتك رمز جميل جدا، شيف سيد والله، ومش مرسي جدا جدا، واشكرك على الفكره الجميله دي، جمعيه اسره الشيف. بشكرك جدا، وان شاء الله نتابع مع حضرتك التطورات. نعم. ويكون لنا لقاء تاني باذن الله، واتمنى لكم كل خير ان شاء الله. مرسي جدا ان شاء الله. مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. فعلا احنا كلنا ايد واحده، ولازم نساعد بعض في الظروف اللي احنا فيها دي علشان نقدر نطلع بالبلد. مفيش حد يقول انا، احنا كلنا شباب بتحب مصر. مشاهدينا طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الشيف سيد، مؤسس جمعيه الاخوه العرب لاسره الشيف. بشكركم جدا مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال.